شاب في عز شبابه 32 سنة، 32 سنة، طيب 29 سنة معلش، يعني أصغر من 32 كان، لسه ما دخلش الثلاثينات. وأحمد من الناس اللي بتروح أمن الدولة تمضي البلد كلها في جيبهم. لازم كل شهر او كل حسب المده، في ناس بتروح مره في الاسبوع وفي ناس تروح مره في الشهر. فهو يعتقل ويخرج، يعتقل ويخرج، ولما تخرج مش هتخرج لحياتك الطبيعيه. انت فاكر ان انت لما تعتقل وتخرج هتعيش طبيعي؟ تجينا كل اسبوع ونقعد نحقق معاك بقى الاسبوع اللي فات ده اتعشيته ايه؟ قابلت مين؟ ليه قعدت مع الواد اللي هناك ده على في المسجد بعد ما صليت؟ ليه طلعت قعدت على القهوه؟ هي القهوة دي كنت قاعد عليها عشان تدي إشارات لحاجة معينة؟ هذه هي الحياة. وطبعا ده الدور اللي بيقوم به هذه الأجهزة الأمنية العظيمة لحفظ الوطن من هؤلاء المجرمين. المهم أحمد راح الله يرحمه أمن الدولة كالعادة، بس المرة دي قعدوه بقى، قالوا لا ما فيش تروح وبتاع، اقعد معانا شوية. قعد أحمد لحد الصبح، خرج من عندهم كلم ابوه على الباب، انا خرجت، قفل السكه وقع على وشه ميت. ايه اللي حصل لاحمد؟ الله اعلم. اتضرب، اتعذب، اتضرب في اماكن قاتله، قتل. شوفوا يا جماعه، انا يعني على معرفه باشخاص، يعني بصوا مثلا احنا عندنا عده اشخاص كانوا في السجن وخرجوا وماتوا، منهم مثلا زميلنا الصحفي الله يرحمه محمد منير اسكندرية، مين يا ربي، امين، نسيت الاسم، امين ايه، كان راجل سياسي محترم وكاتب محترم، دخل خرج من السجن مات. عبد الله محمد مرسي كان عندهم، خرج بعد كام ساعة قالوا له ده كان ماخد، يعني ستكشف حقيقة مقتل عبد الله محمد مرسي في يوم من الايام والله، وستظهر براءته. كده احمد موسى والكلاب اللي هناك دول جابوا واحده عيني مغلوبه على امرها برضو، انا مش هقول عليها عاهره وبتاع، واحده ما كانت مكتوب ما يعني متسجله في ملف الاداب وجابوها غصب عنها، وفي يوم من الايام هتطلع تشهد شهاده الحق قبل ما تموت. وقالوا انه عبد الله الشاب الصغير كان معاها في العربيه ومات وهو معاها في العربيه، وكان لسه خارج من عندهم، وانا متاكد انه قتل، وقلت الكلام ده من ساعتها، الحقنة التي تقتل بعد شوية، زي اللي اتعمل مع مرسي. مرسي خد الحقنة وراح مات في المحكمة قدام الناس، ولحد دلوقتي يا جماعة مفيش فيديو واحد طلع. المفروض ان المحكمة فيها كاميرات، محكمة فيها كاميرات، مفيش واحد فيديو واحد طلع للحظة سقوط مرسي ميتا، ومفيش واحد من اللي كانوا في المحكمة ساعتها اللي هم شافوا الدكتور مرسي بيموت، كان في قضيه ومعاه بعض المتهمين الاخرين، خرج من السجن او هيخرج طول ما النظام ده موجود. فانا بالنسبه لي يعني الموضوع واضح، يعني ده غير حاله كنت اعرفها زمان لا داعي لذكر اسمها، يعني دخلت برضو عندهم وخرجت عندها تسمم كامل، ولولا انها سافرت بره اتعالجت فورا كان زمانها ميته فورا، ووضعت لها هذه السموم في الميه، في ازازه الميه. ربنا يرحم احمد عبد الله، يعني يربط على قلب والدي. محمود الفقي كتب بوست على ذريته وعائلته التي اصبحت ما بين اسير وشهيد. في اسير يقاد ولا يعاد إلى صدر والدتي الذي أنهكت الزيارات صحتها
وأهلك الظلام جسد صغيرها إلى زوي كل عثرت على ذلك على إلى زوي كل من سكنوا خلف تلك الأسوار، والجميع في عيون لا في غياب تام لا يشعرون بآلامهم ووحدتهم، كل لحظة يذهب الذاهبون ويتنازل المتنازلون عنهم، ولا يحسبونهم أنهم في حوار في جوار ربهم، لا ينتظرون الامتثال. أننا لم نساهم، لم ننساهم، هؤلاء جميعا أهملوا. ده بس بيوري بين الفرق بين ولاد ثلاثة، واحد منهم محبوس لمدة 5 سنين محمد الفقي، والتاني العريس اللي هو أحمد الفقي لسه جديد، ومصطفى الله يرحمه استشهد. إبراهيم متولي طبعا اللي احنا قلنا عليه قبل كده أكتر من مرة، اللي هو الراجل اللي أسس رابطة المختفي قسريا عشان ابنه، فهو أصبح مختفي قسريا لمدة 7 سنين. طبعا يعني يلا خلينا يا ضياء نطلع نشوف اخبار الاقتصاد ايه، نشوف الدنيا فيها ايه الحقيقه. انا عايز اروح لبنان طبعا، في تطورات مهمه جدا، منذ قليل ضربت تل ابيب للمره الثانيه، والحادثه بتاعت امبارح اللي بيدتنا في سعاده. والله ما ياتي الاحساس بالطاقه الايجابيه والسعاده الا من عند الذين يجاهدون ويقاومون. كل اللي جاي من مصر رجع قلب.